بأول فقراتنا بدنا نرجع نعايد جميع العمال بجميع القطاعات العامة والخاصة، واليوم بدنا نقول لهم يعطيكم ألف عافية وشكرا لكل الجهود يلي عم تبذلوها رغم كل الضغوطات يلي عم بنعيشها. اليوم نحن بنعرف انه اليوم الوضع الاقتصادي ما عم يوازن الراتب او الدخل الحكومي، ولكن دائما نحن بنتأمل انه يكون في شيء لقدام. دائما نحن بنقول عفاف وقت اللي بيكون العامل عم ياخذ حقه بيبدع اكثر بجميع القطاعات. صحيح، بيبدع وبيعطي كمان اكثر من قلبه، طول ما هو اخذ حقه يعني اعطي لحتى تاخذ. ان شاء الله اكيد كل عام وهنن بالف خير جميع العمال بالقطاعات العامه طبعا والخاصه. كمان خلينا اليوم نحن ضمن اول مساحاتنا نحكي اليوم عن نقابه عمال النفط، وضيفتنا لليوم بالاستديو هي السيدة عفاف خلاط رئيسه نقابه عمال النفط في اتحاد عمال دمشق ورفح. يسعد صباحك. صباح كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك. صباح الخير. كل عام وانت بالف خير يا رب. انت بالف خير يا رب. خلينا بدايه هيك كلمه منك معايده بالمناسبه هذا اليوم لعيد العمال. بدايه اسمحوا لي اتوجه بالتحيه على ارواح شهدائنا الابرار، شهداء الطبقه العامله، روح القائد المؤسس حافظ الأسد، وكل التمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا والنصر المؤزر لجيشنا الباسل وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. نحن بنعرف بكل سنة بهذا اليوم بنحتفل بعيدنا عيد العمال العالمي. هذا اليوم هو رمز للنضال، بيذكرنا بضحايا الانتفاضة العالمية العمالية الأولى يلي كانت بمدينة شيكاغو الأمريكية. صحيح. يلي كان ضد القهر والاستغلال والإمبريالية العالمية. يعني بهذا اليوم أحلى كلمة منقولها لعمالنا يعطيكم العافية، نقول لهم كل عام وانتم بخير. لعمال العالم، لعمالنا، لتنظيم النقابي، لقيادتنا النقابية وعلى رأسهم الرفيق جمال القادري، وكل عام وراعي العمل والعمال قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف ألف خير. إن شاء الله هيك تبقوا بخير على طول. ودائما وقت نقول القطاع النفط هو القطاع اللي كان تحت الضوء خلال السنوات السابقة وخاصة بسنوات الحرب، كان في مجهود كتير كبير من حضرتكم، كان في أزمة كانت بشكل عالمي، يعني كان في جهود كنتوا عم تحاولوا أنكم تقطعوا بهي الفترة. خلينا بداية هيك نحكي عن المؤسسات التابعة لعملكم، خلينا نحكي عن آلية عمل وزارة النفط وعمال النفط. هلا نحن صراحة نقابة عمال النفط بدمشق وريفا في كتير شركات ومؤسسات تابعة لنقابتنا، يعني بدي أذكر لك إياها تباعا وبإيجاز. في عنا المؤسسة العامة للنفط يلي هي مهمتها الأولى الإشراف على إنجاز عمل الشركات التابعة لها وتقديم واقتراح الاستراتيجيات العمل باستخراج واستثمار النفط، إبرام العقود، التواصل والتنسيق مع الدول العربية والأجنبية بكل شيء بخص النفط. في عنا الشركة السورية للنفط يلي كمان هي عم بتقوم دورة الأكمل بدراسة واستخراج النفط والغاز، بتقوم عمليات الحفر، استثمار الحقول، المسح الجيولوجي. في عنا كمان انه استثمار الحقول بتأمين المادة النفطية، يعني هو تأمين النفط عم بيكون عن طريق الشركة السورية بنسبة 50% تقريبا، يعني هذا بإيجاز عن عملها. في عنا كمان الشركات العاملة، الشركات العاملة أو عقود الخدمة هي عبارة عن قطاع مشترك، يعني أبرز عم بيكون هو شركة الفرات، شركة دير الزور للنفط، شركة حيان، شركة إبلا، شركة عودة، شركة كوكب، شركة دجلة. هدول كانوا يعني في شريك أجنبي للأسف غادر بداية الأزمة، بس استمرت هاي الشركات بجهود عمالنا وخبراتهم يلي هي ضاهت بكل حق الخبرات الأجنبية، واكتشفنا أنه عاملنا هو أقدر من الشريك الأجنبي ونحن عنا القدرة الكبيرة على الاستمرار. هذا الشيء كله كشف. نحن بحاجة اليوم فرص. نعم. لإظهار الإبداع الموجود عند عمالنا. أكيد. هلا في كمان عنا يلي الشركة يلي كل الناس يمكن ما في حدا ما بيعرفها، هي شركة محروقات. شركة محروقات يلي هي عم بتكون شركة ذات طابع اقتصادي خدمي، بتأمن المنتجات والمشتقات النفطية، بتعمل على تخزينها، على نقلها، على توزيعها، على كافة يلي الأماكن يلي بتحتاجها. كمان بتوفر في عنا المازوت، بنزين، كيروسين، غاز، فيول، فحم كوك. كمان هلا دراسة التوسع بالبطاقة الذكية
كمان أتمتة النقل، مراقبة الصهاريج، كثير أشياء يعني مناطة بها هي الشركة. في عندنا المؤسسة العامة للجيولوجيا، المؤسسة العامة للجيولوجيا عم بتقوم بشكل مستمر بعمليات المسح الجيولوجي، بعملية المسح الجيولوجي، بعمليات التنقيب، بعمليات التعدين، البحث عن الثروات المعدنية، صناعة الرخام، صناعة أحجار الزينة، تطوير صناعة الفوسفات، الإسفلت، الطف البركاني، كثير كمان ما شاء الله يعني في عبء كثير كبير على هي المؤسسة. نتذكر الأولويات بالنسبة لكم بهذا القطاع. تمام، بس أنا في شغلة قبل ما أخلص، ما لازم، في عندنا المركز الوطني للزلازل يلي هو مهتم بالحركات الأرضية وتسجيل الهزات، وعنده بناء منظومة بحثية متجانسة مشان تخفيف أخطار الزلازل. هلا كمان هو بيوصل هاي المعلومات للجهات الوصائيه، الجهات الوصائيه يلي هي بت 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 بتتصرف في حال وجود اي هزه. هلا نحن بالكارثه الزلزاليه اللي صارت بسوريا بست شباط، يعني كان في عمل جبار من عمالنا بهذا المركز، لازم نضوي عليه، لازم نتشكرهم كلهم، يعطيكم العافيه. منظمتنا النقابيه كمان يلي تحدث بشكل كثير كبير رفيق جمال القادري عنا، انه نحن في عنا عمق اجتماعي بمنظمتنا النقابيه، مشان هيك كان تم وضع الطاقه كلها لمنظمتنا النقابيه والاتحاد العام بخدمه الجهات المعنيه، مشان يكون في جهد منظم. كان في 6 مراكز ايواء بدلاتقي وحلب باداره رفاقنا النقابيين، كان في عنا عيادات تخصصيه، يعني كلياتنا كنا بس شو مطلوب يعني من اللحظات الاولى للزلزال. كانت خليه من العمل يعني واستنفار كامل يعني بكل القطاع. عمالنا كان في دعم لوجستي من الاتحاد العام، لعمالنا ضلوا يشتغلوا اكثر من 40 ساعه بشكل متواصل بدون نوم. يعني هذا التلاحم اللي حسيناه وشفناه بالأزمة كتير قوانا، يعني نحن بالنهاية نسينا كل شيء صار في سبيل أنه نحن نساعد بعض. يعني من اللحظات من الأولى الصباح الباكر كان عمالنا اكتظ مركز بنك الدم بالمزي، ما عاد في مكان. يعني ما بخفيكم منظر احد الاخوات العاملات رايحه من دفعه بدها تتبرع بدمها، حاله صحيه منعوها، والله صارت تبكي، يعني انا بدي اقدم شيء مني. شو يعني صحيح. يعني بتعرفي العامل ما في هذاك المردود المادي، ومع هيك تم تبرع بثياب باكل اللي كل واحد فينا بوقتها شو بيقدر. كل حدا حاول يتبرع يعني او كل العالم بوقتها انه ايد وحده والشعب كله حابب بعضه بدون حتى ما يسال، يعني الحمد لله بدون ما حتى. هذا هو الشعب السوري اللي دائما نحن منعول عليه. خلينا نتذكر اولويات هذا القطاع المهم بالنسبه لكم وللعمال، شو بتكون متطلباتهم بالدرجه الاولى؟ هلا اولوياتنا نحن كتنظيم نقابي نضلنا مع العامل، نضلنا سند لهم، نحافظ على المكتسبات، نطالب، نحن بالنهايه عمال كمان. يعني اهم مطلب، يعني اذا بقول لك من هلا من 1 للمليون مطلبنا تحسين الوضع المعيشي، زياده الرواتب اللي بحسه انا وحضرتك كلياتنا يعني عم نتمنى. وبدنا نتشكر كمان عن نفس الوقت سيد الوطن حفظه الله على المكرمة اللي كانت من أيام، يعني أنه المنحة يلي أخذناها، ونتمنى التحسين بشكل أكبر، لأنه صراحة الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والإنفاق اليوم يعني ما نقدر الوضع الاقتصادي المعيشي تماما. يعني كمان نحن من أهم مطالبنا أنه الضريبة على الراتب. ليه يعني هو الراتب يعني الفئة الأولى عشان عم ياخذ 150 ألف، يعني ما بتعمل شيء، كمان فوق منها ضريبة يعني مزبطة. نحن منطالب أنه هاي الضريبة كلياتها ما تكون موجودة. في عنا تعرفة وزارة الصحة، يعني الطبابه بيوم من الايام هي كانت مكسب وميزه للعامل. هلا اللي بكل امانه عم تدفع كثير مبالغ ما بيتحملها راتبنا، وفوق منها يعني انه ما في تعديل لتعرفه وزاره الصحه. لما بيصير تعديل بيكون بناخذ النتيجه الايجابيه اللي كنا نستفاد منها قبل. فنحن على كل الوقت عم نطالب بتعديل تعرفه وزاره الصحه. التنظيم النقابي مشكور وبتوجيهات الاتحاد العام حاول يسد ثغرات
بهذا المجال من خلال مؤسسة الرعاية الصحية اللي فيها حقيقة كادر متميز جدا من الأطباء والكادر الطبي كله. بس بمرحلة يعني أتحدث عن دمشق، لأن بالمحافظات الثانية في مشافي عمالية كمان مشان ما بدي أتحدث عنهم. صحيح. بس مؤسسة الرعاية الصحية أسعار زهيدة وكادر متميز، بس أحيانا عاملنا بيحتاج لعملية أو لأجهزة، يعني نحن بحاجة للتعديل بيكون هو الأفضل بالنسبة لعمالنا. كمان من المطالب اللي عمالنا على طول يعني انه تشميلهم بالاعمال الخطيره، يعني يعني كلهم عم يتعرضوا هن على تماس مباشر مع مواد كيماويه، مع المواد النفطيه، الرائحه، الشمس، الظروف الجويه كلياتها. فهو التعويض يعني هو تعويض نسبي مادي. نتمنى كمان انه يلحظوا كل عمال النفط فيه لخصوصيه عمال هذا القطاع. ان شاء الله هيك اليوم من خلال صباحنا ووجودك معنا بنتمنى اليوم هيك صوتك يصل للجهات المعنيه، وبنرجع بنقول في طبيعه اعمال بتكون الاعمال خطيره وبالتماس مباشر مع الاخطار، ان كان بالنفط ان كان بالكهرباء. وقت نذكر الخطر نذكر سنوات حرب سابقه قدمت للامانه جميع القطاعات شهداء وقدمت جرحى بكل القطاعات من كان العامة والخاصة وأيضا شركات النفط. كنا نسمع كثير عن شهداء، نسمع عن عمليات خطف على الطرقات، يعني برغم كل الخطورة اللي كانت بهديك السنوات ولكن كان في إصرار لمتابعة العمل. يعني خلينا نحكي عن هاي الفترة، وأكيد بدنا نترحم على كل شهداء قطاع النفط وكل الوزارات. شكرا. هلا قطاع النفط يعني انا فيني بقول لك النفط يعني له اهميه اقتصاديه عالميه كمصدر للطاقه، يعني فيني لخص لك اهميه النفط بانه هو من مقومات الصناعات الاساسيه، وعم بيكون هو له ارتباط مباشر للقوه العسكريه بكل بلد بتمتلكه. ان قطاع النفط السوري هو عماد الاقتصاد السوري صراحه، النفط والغاز. مشان هيك كان الهدف اساسي للحرب الظالمه الجايه اللي كانت على بلدنا، والشعب السوري كله تأثر يعني النتائج يلي صارت من استهداف هذا القطاع. يعني فما بالك بعام النفط اللي موجود هو بشكل مباشر وتعامل مباشر مع كل شيء، مع الإرهاب، هذا الفكر المريض المدمر يلي استهدفنا للأسف. يعني قطاع النفط عانى كثير وقدم كثير، يعني شعبنا حلاوته انه مثقف، يعني انه بيطلع وبيشوف. كلياتنا يمكن سمعنا بالتصريح السيناتور الامريكي بالجيش الامريكي ريتشارد بلاك لما هو صرح انه والله الحكومه الامريكيه هي يلي سرقت النفط السوري وسيطرت على النفط بشرق الفرات وبشمال سوريا. كل هذا الاركاع الشعب السوري والتقليل من عزيمته، انه بدنا نسيطر على قطاع النقل، بدنا نموت الشعب السوري، بدنا نبرد السكان، بدنا نعمل اشياء كثير. يعني كل العالم كله تفاجأ، يعني كيف لأمي عدد سكانها 23 مليون قادرة تصمد مدى أكثر من 10 سنوات. يعني هذا يعني دفع فيهم لمزيد من العقوبات لقانون قيصر. صحيح. يعني هذا كلياته نحن عانينا منه. كان بالمقابل في عندنا مرتزقة الأتراك، يعني سرقوا النفط وباعوا قسد. يعني بدنا نسمي الأمور بمسمياتها. يعني لما شفنا معامل الغاز انأخذت فيها مع وحدات إنتاج الغاز المنزلي بحلب كمان تم سرق يعني معامل بأدواتها بشكل كامل. يعني عندك معمل كونيكول، عمر بيرزور، عندك السويدية الجبسي بالحسكة. يعني شو كان بالاتجاه الثاني بالطرف الثاني المقابل كوادرنا رغم قلتها، يعني هنو اشتغلوا جهد بجهد مضاعف بأماكن خطيرة بأماكن. صحيح. بعيدة، حاولوا يرجعوا البنية التحتية للنفط بعد يعني ما كانت الجهود الكبيرة من جيشنا الباسي بإعادة الأمن والأمان إلها. هلا اذا بدي اعمل لك مقارنه بسيطه قطاع النفط قبل وبعد الازمه، يعني اليوم نحن بحاجه للاخبار الحلوه، بحاجه اليوم هيك انه نحن من خلالك اليوم نطمن انه نحن رايحين على واقع بكره يكون افضل. يعني ان شاء الله. هلا بدي اعمل مقارنه قبل وبعد الازمه. قبل الازمه نحن لانه كنا في وصلنا لحد الرفاهيه، ما كنا كله متوفر، ما كنا كثير ما كنا نحس ما عم نحس يعني انه ممكن نحن نعيش هاي الايام. تخيلي نحن قبل الازمه كان انتاجنا اليومي 400 ألف برميل نفط يوميا، يعني 250
عم نكرر مصفات حمص وبانياس، عندي 150 عم صدرهم لوفر قطاع اجنبي، انا عايشه بحوهم ما عندي اي مشكله في انخفاض اسعار. هلا المعم كثير هو معروف انه هذا الحصار اللي صار والعقوبات اللي صارت على قطاع النفط يعني بشكل خاص كمان يعني سببت لنا انه مثلا بدنا نجيب ناقلي نحن برا ناحيه تكاليفها اكثر بكثير لسوريا من الدول الثانيه، ليش مفروض حتى على الناقلات عقوبات؟ وكلنا بنتذكر كيف هي الباخره اللي كان في قرصنه لها توقيفها بالبحر وتعانينا اشهر يعني بالاضافه يعني انا اليوم بخير ثاني يوم بلاقي تفجر خط نقل نفط، كمان في عندنا المصافي المحطات الكازيات كلياته تعرض لهذا الموضوع يعني، وكان هو العامل الأكبر اللي زعجنا وكان فاجعة بالنسبة لنا بكل يوم، العامل البشري اللي عم نفقده نحن. أكيد هذا الشيء ما بيتعوض يعني، يعني عمالنا قدموا أولادهم قدموا أرواحهم يعني بأول السنة يعني كل الناس محضرة حالها لتفرح برأس السنة، نحن فجعنا باللي صار بالسيارات تبديل الورديات العمال بحقل التيم بالفرات، يعني يلي صار انه استشهد 12 عامل الباقيين مصابين، بندعو لهم بالشفاء العاجل ان شاء الله يعني. وبدي وجه تحيه لاخونا العامل اللي اسمه حمادي الجمعه، كان هو سائق لاحدى الحافلات، هو يفضل ليوصل عند حاجز الجيش انه يمشي بالحافله بثلاث عجلات بس، فقد ايده يعني ومع هيك كان مبتسم، يعني ابتسم هي ابتسامة النصر قديش الآلام يلي عم بيعاني منها، بنوجه له باسم الأسرة النفطية وعمالنا كمان كل التحية. أكيد يعني تحسي هذا اليوم خلق لهدول العالم يلي قدموا تضحيات كبيرة وغامروا بحياتهم وبإجازاتهم وبعائلاتهم كمان بسبيل شغلهم وعملهم، يعني بدنا أكيد نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وبدنا أكيد نتمنى السلامة للجميع والرحمة لكل حدا استشهد بسبيل الوفاء اللي عمله. هلا حبيبتي بس انا بدي في شغلي انه نحن اللي زادنا صمود وعزيمه زياره السيد الرئيس بشار الاسد لمعمل غاز الجنوب، ووجه لنا كلمه ومن خلالها لكم عمال النفط، وصفنا انه نحن قدمنا كثير، قدمنا التضحيات يعني بعيد عن الشعارات بعيد عن التنظير، وكنا يعني قدمنا بمرحله صعبه وكنا سند وزخر للبلد. بدنا نتشكر حضورك لليوم وبنتمنى لكم كل الصحه والسلامه، وهيك دائما نقول يعطيكم الف عافيه، واكيد في قصص تضحيات كثير مخبايه بنتمنى انه هيك تكون تحت الضوء. اليوم نحن بحاجه لارشيف سنوات ماضيه من الشهداء من التضحيات. تحياتنا لكل العام بقطاع النفط وشكرا، ونتمنى التوفيق لنقابتكم ان شاء الله، بنحتفل قريبا بعوده الامن والامان.